أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. تركيا تنشئ محارس على طريق الإنفور في إدلب وتقيم قاعدة عسكرية في عين عيسى. هيئة تحرير الشام تفرج عن الناشطة نور الشلو تحت ضغط الحملات الإعلامية. مدينة العلا السعودية تحتضن القمة 41 لإنهاء الأزمة الخليجية. إيران تحتجز ناقلة نفط لكوريا الجنوبية خلال إبحارها في الخليج، وسيول تبذل جهودا للإفراج عنها. بريطانيا تعلن من جديد فرض الإغلاق الشامل بسبب تصاعد الإصابات بسلالة كورونا الجديدة. أهلا بكم. أنشأت القوات التركية محارس مسبقة الصنع على طول الطريق الدولي إنفور في إدلب، وذكرت مصادر محلية أن الجيش التركي وزع محارس مضادة للرصاص في المنطقة الممتدة بين أريحة ومحنبل بالتنسيق مع فصائل المنطقة، مضيفة أن الهدف من وضع المحارس حماية الطريق من أي اعتداء ومنع حدوث تفجيرات، إضافة لوضع نقاط رئيسية قرب الجسور المتوزعة على الطريق الدولية. ينضم إلينا محمد القاسم الصحفي معنا من إدلب عبر سكايب. أهلا بك محمد. إذن اليوم تركيا تنشئ محارس على طريق الإنفور، كيف تنظر إلى هذه الخطوة وإلى ماذا تهدف تركيا من خلالها؟ نعم أحلام، بدأت القوات التركية بنشر نقاط حراسة ومحارس اسمنت المسلح والزجاج المضاد للرصاص على الطريق الدولي حلب اللاذقية المعروف في الإنفور ابتداء من منطقة أريحة، والهدف هو الوصول إلى منطقة عين الحور. طبعا هذه المحارس ليست فقط على الطريق، وإنما أيضا توجد نقاط رئيسية موجودة متواجدة على الجسور الرئيسية لحمايتها من التفجيرات والاستهدافات، وأيضا لإصلاح الجسور التي تعرضت لتفجيرات سابقا. الهدف من هذه الخطوة هو حماية هذا الطريق من الاستهدافات المستقبلية بهدف تسهيل حركة الجنود والأرتال التركية التي تدخل وتخرج من ريف إدلب الجنوبي جنوب الإنفور، طبعا بعد عدة استهدافات تعرضت لها هذه الأرتال. أيضا تقوم القوات التركية بتعزيز تواجدها بنقاطها المتمركزة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخاصة في الأسابيع والأيام القليلة الماضية. أيضا توسعت هذه القوات لتستطلع مناطق في سهل الغاب، حيث قامت القوات التركية يوم أمس الاثنين باستطلاع منطقة قسطون بسهل الغاب بهدف وضع نقاط وتمركزات عسكرية لها جديدة في تلك المنطقة. نعم، هل من عدد محدد لهذه المحارس، وهل تملك يعني أسلحة هجومية أم أنها تشبه نقاط المراقبة بطريقة أو بأخرى؟ نعم. نعم أحلام، هي لا تشبه نقاط المراقبة، ولكن هي محارس لتأمين دخول وخروج الأرتال وتسهيل تحركات الجنود الأتراك. طبعا حاليا لا يوجد تفاصيل دقيقة بشأن هذا الموضوع عن عددها، ولكن تركيا بدأت يوم أمس بنشر هذه المحارس وهذه النقاط، قد تستمر لعدة أيام أو لعدة أسابيع حتى تنتهي من تركيز هذه المحارس. طبعا العسكريين الذين سيكونون متواجدون في هذه المحارس هي قوات تركيا في البداية، أيضا بالتعاون مع القوات الرديفة المتواجدة في تلك المنطقة بحيث يضمنون حماية لهذه المنطقة، وأيضا معرفة بتفاصيلها الجغرافية وبطبيعة الناس الذين يمرون على طريق الإنفور ليتمكنوا من حمايته بشكل فعال وضمان سلامة الجنود والأرتال التركية التي تعبر من تلك المنطقة ومن ذلك الطريق. شكرا جزيلا لك محمد القاسم الصحفي، كنت معنا من إدلب.
أنشأت القوات التركية قاعدة عسكرية مقابلة بلدة عين عيسى في وقت كثفت فيه من قصفها على مواقع ميليشيا قسد في المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن الجيش التركي استخدم تعزيزات عسكرية لإقامة قاعدة عسكرية مقابلة بلدة عين عيسى، في حين جددت الفصائل المدعومة من الجيش التركي قصفها مواقع لميليشيا قسد مستهدفة محاور قرية معلق ومخيم الخالدية. كما أفادت المصادر بوقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين على المحاور الغربية للبلدة، وذلك في محاولة من الفصائل للتقدم على محور قريتي هوشان وخلدية في المنطقة. ينضم إلينا عهد صليبي الصحفي في شبكة نهر ميديا، معنا من الحدود السورية التركية. أهلا بك عهد. إذن تركيا تقوم ببناء نقطة عسكرية مقابلة لعين عيسى، ما هي التفاصيل؟ مساء الخير لك يا أحلام والأستاذ المشاهدين. نعم، تركيا تحاول أو تنوي بناء لها في بالقرب من بلدة عين عيسى تحضيرا لانسحاب ربما القاعدة الروسية المتواجدة بداخل المدينة في قادم الأيام. المعركة قادمة إلى بلدة عين عيسى ربما يوم أو شهر أو أكثر، لكن قوات تركيا وحليفها من الجيش الوطني يستعدون لإطلاق هذه المعركة. ربما يتغير هذا الأمر أو يكون بطريقة سياسية بعد التقارب السعودي القطري الذي من شأنه ربما السعودية بدعمها لقوات سوريا الديمقراطية ربما تدخل طرفا وسيطا بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية أو ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فتكون هذه المنطقة خط الدفاع الأول قد انهار عند قوات سوريا الديمقراطية، ومن بعدها ربما تكون في معارك إلى مناطق أخرى، لكن بالبداية تكون بلدة عين عيسى أو مدينة عين عيسى هي تحت السيطرة التركية والجيش الوطني. معركة الجيش الوطني قبل أيام سيطروا فيها على عدة قرى متاخمة للمنطقة، هذه ربما إيصال رسالة أننا مستمرون في المعركة سواء انسحبتم أو لم تنسحبوا، لذلك هناك قصف لمقرات بشكل مركز من قبل الطيران التركي والمدفعية التركية على مقرات لقوات سوريا الديمقراطية. هذا ينبئ أن المنطقة قادمة على مرحلة السيطرة التركية في قادم الأيام. طيب، كيف ترد ميليشيا قسد على هذا الموضوع، على القاعدة العسكرية؟ كيف تتصرف اليوم إزاء هذه القاعدة؟ قوات مسيطرة تقوم بشكل يومي بالرد على القصف التركي و محاولات التقدم بقصف ايضا وبمحاولات تسلل على طول شريط الجبهه في شمال الرقه، كذلك يقومون بعده تفجيرات سواء في راس العين او في تل ابيض او المنطقه الفاصله بين المدينتين. قوات سوريا الديمقراطيه حتى الان لم تستخدم، يعني هذا الرد عاده ما يستهدف المدنيين عهد، كما نعلم جميعا دائما المدنيين هم ضحايا ميليشيا قسد في تلك المناطق. كيف يبدو وضع المدنيين اليوم امام ما تقوم به ميليشيا قسد؟ قبل ايام حدث تفجير في راس العين راح ضحيته 3 اشخاص، طفلان وامهم، جميعهم من المدنيين. لم يستهدف اي عسكري من الجيش الوطني او من الجيش التركي في منطقه راس العين حتى الان، يعني جميع الاستهدافات او بغالبيتها تستهدف المدنيين في المنطقه. لا اعلم حقيقه ما الغايه من هذا، هل هي كانت من غير قصد، هل هي كانت مركزه او موجهه لقوات الفصائل او الجيش التركي واخطات الهدف، لا اعلم حقيقه ان كان هذا كذلك. الامر القصف التركي ببعض الاحيان يستهدف مناطق او مقرات القوات الديمقراطيه فيصاب من المدنيين القريبين من هذه المقرات. قبل يومين اصيبت امراه وشاب من المدنيين في بلده عين عيسى بعد قصف تركي استهدف المنطقه. المنطقه قادمه على معركه لا محاله، هل ستكون سياسيه ام عسكريه؟ هذا ما ننتظره حقيقه. شكرا جزيلا لك عهد صليبي الصحفي في شبكه نهر ميديا، كنت معنا من الحدود السورية التركية. أطلقت هيئة تحرير الشام سراح الناشطة الإعلامية نور الشلو بعد قرابة 3 أشهر من اعتقالها في إدلب بعد حملة إعلامية واسعة طالبت بالإفراج عنها.
وأوضح مراسل أورينت أن هيئة تحرير الشام أطلقت سراح الناشطة الإعلامية نور الشلو، في حين لم تعلن الهيئة بعد إطلاق سراحها بشكل رسمي. وذكر ناشطون أن إطلاق سراحها هو اعتراف غير مباشر من قبل تحرير الشام بأن التهم التي وجهتها لها فيما يتعلق بقضايا جنائية وأعمال غير أخلاقية كانت مغرضة وملفقة. اعتقلت ميليشيا أسد 3 عناصر من الأسايش في مدينة القامشلي، ما أدى إلى استنفار أمني للطرفين، في حين خرجت مظاهرات ضد ميليشيات قسد في دير الزور تطالب الميليشيات بمغادرة بلداتهم. وذكرت مصادر محلية أن الشرطة الروسية حاولت التوسط بين ميليشيات أسد وقسد لحل الخلاف، لكنها فشلت في ذلك بسبب تكرار هذه الحوادث. في حين خرجت مظاهرات شرق دير الزور تنديدا بسياسة التجنيد الإجباري التي تمارسها ميليشيا قسد في مناطق سيطرتها، لتواجه الميليشيا المظاهرات بالرصاص الحي وتوقع جرحى في صفوف المتظاهرين. اندلع حريق ضخم في منطقة القرداحة في اللاذقية ملتهما مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة وأشجار الزيتون. ونقلت وسائل إعلام موالية أن أكثر من 50 دونما من الأراضي المزروعة وأشجار الزيتون تعرضت للاحتراق، حيث اقتربت النيران أيضا من بعض المنازل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق، فيما لم تعرف بعد أسباب هذا الحريق. انطلقت القمة الخليجية 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية وسط آمال بإنهاء الأزمة الخليجية. وشهدت الساعات الماضية تحركات لإنهاء الأزمة عبر فتح الحدود الجوية والبرية وتصريحات إيجابية من قبل جميع الأطراف. أوضحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية أنها تبذل جهودا دبلوماسية لتأمين الإفراج عن الناقلة التي قامت إيران باحتجازها. وذكرت وسائل إعلام كورية أن إيران قامت باحتجاز الناقلة أثناء إبحارها في مياه الخليج في خطوة لاقت انتقادا واسعا بالأخص من الولايات المتحدة، والتي وصفت الوضع بمحاولة واضحة من إيران لابتزاز المجتمع الدولي. وإلى بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق عام وشامل في مختلف أنحاء بريطانيا بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وأوضح جونسون أن بريطانيا ستدخل في إغلاق شامل اعتبارا من اليوم وإلى شهر قادم، بهدف الحد من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي تعتبر أسرع انتقالا من السابق، مضيفا أن العزل سيكون صارما بما يكفي لاحتواء الفيروس. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. المزيد دائما على منصات التواصل الاجتماعي لأورينت، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله. We'll be right back.